شو بقى هي؟ وين رايحة بنص الليل؟ والأسرار كمان مثل الشر غالباً ما بتطلع إلا آخر الليل. أنا آسفة، سامحيني يا نانسي، سامحيني يا بنتي، ما قدرت أحميكي، ما قدرت حافظ على حياتك، سامحيني بترجاكي. يا ربي تسامحني، بس شو بدي أعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسر اللي كان مدفون تحت التراب قد ما حاولنا إنه نخبيه رح يجي يوم ويظهر قدام العلن. انتي وحدة أنانية أمي، بس لأنك مو حابة ترجعي لأبي فرقتيني عنه. ليكي نانسي، انتي مع الأيام رح تندمي لأنك قلتي لي هالحكي، بس لما تشوفي وشه الحقيقي رح يكون فات الأوان. شو ما كان يكون بيضلوا أبي، بس هو مفكرني بنت واحد غيره لأنه حضرتك هيك حكيتي. بكذبك فرقتي بيننا مرة تانية، طلع بإيدي سألني وينه أثر الجرح القديم الظاهر. أنا وصغيرة تعرضت لحادث، مو من حقي أعرف. كنتي راكبة على بسكليت وقعتي. طيب وينه أثر الجرح؟ ماما لمرة واحدة بس قولي الحقيقة. أنوار، خير إن شاء الله؟ نسيان شي عنا؟ لا، جيت بس لحتى أشوفكن. نانسي كيفك؟ مو منيحة. لا تواخذها، أنت ما دخلك بنوب، مقهورة مني أنا بصراحة. أنت آخر شخص توقعت يجي لعنا ويزورنا. لما اتصلت بنانسي من كام يوم عرفت أن لقيت أبوها وعم تشوفه كمان. أنا ما حكيت مع شي، بس خفت عليكم أنتوا التنتين. في شي بقدر أعمله؟ يعني بقدر أحميكم أنت ونانسي بشي طريقة؟ إذا بتحبي فيني ضل معكم هالفترة على القليلة. شكراً إلك، هذا لطف منك، بس ما في داعي، أنا بدي انتقل من هون قريباً. وكيف رح تقنعي نانسي؟ مو عارفاني، بس مجبورة روح. فايز عرف إنه نانسي مو بنته الحقيقية، وأنا بعرفه كتير منيح، مستحيل يمرق هالشي على خير. لا تاكلي هم أبدا، رح ضل جنبك على طول. يسلم، بس أنا ما بدي إياك تاكل همنا بعد اليوم، صار لازم أعتمد على حالي. يا
لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.